حقيقة يعني مراسلة هيئة الرقابة الإدارية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وهذه المراسلة حسب ما ذكر فيها هي بناء على تعليمات بين قوسين رئيس المجلس النواب. يعني هذه المراسلة كانت من مدير مكتب شؤون مجلس النواب، وبالتالي عندما نتحدث على فحوى هذه الرسالة والذي يتحدث بإيقاف كافة المعاملات والتحويلات المالية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إلى حكومة الوحدة، هناك عدة حقيقة يعني أسئلة تثار. السؤال الأول الذي يطرح نفسه، هل تملك المؤسسة الوطنية أصلا أنها تحتفظ بإيرادات المبيعات النفط؟ لأن المؤسسة الوطنية للنفط يعني مهامها معروفة، هي للتنقيب والاستكشاف والإنتاج، فبالتالي قانونا لا يخول للمؤسسة الوطنية للنفط أنها أصلا تحتفظ بمبيعات النفط في حساباتها أكثر من 48 ساعة، ومثل ما يعلم الجميع تتحول هذه الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، ومن ثم هذه الإيرادات هي في الأصل ملكا للحكومة، كون الإيرادات النفطية هي إيرادات يفترض أن الإيرادات تذهب إلى خزانة الدولة. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا، عندما نتحدث على هذه المراسلة التي تتحدث على عدم التحويل أو الصرف لحين اعتماد الميزانية العامة لعام 23، أيضا مجلس النواب لم يعتمد أي ميزانية تقريبا باستثناء الميزانية التي اعتمدها للحكومة التي كلفها في وقت سابق، وبالتالي هل مجلس النواب أصلا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية حتى يعني يقر لها بميزانية بقانون؟